الأعمال التي تتطلب منك استخدام الرياضيات قد تصادف بعض الأشخاص الذين يقولون أنه لمن الخاطئ أن نعتبر أن I تساوي الجذر التربيعي للعدد ناقص واحد، وإذا سألتهم عن السبب سيوضحونه لك بطريقة منطقية ويقولون حسناً لنبدأ مع ناقص واحد، نحن نعرف أن I ضرب I كل شيء واضح حتى الآن، ثم سيقولون حسنا انظر إذا أخذنا هذا لنفترض هذا الجزء ثم نقوم بتبديل كل من I بالجذر التربيعي للعدد ناقص واحد، إذن هذا سيعادل الجذر التربيعي لناقص واحد ضرب الجذر التربيعي لناقص واحد، ومن ثم سيخبرونك أنه عند متابعة خصائص الجذر التربيعي ستجد أن الجذر التربيعي ل A ضرب B تساوي الجذر التربيعي ل A ضرب الجذر التربيعي لـ B وهكذا، فإن هذا يعادل الجذر التربيعي لـ A ضرب B. واعتمادا على هذه الخاصية للجذر التربيعي فإن هذه القيمة الموجودة هنا تعادل الجذر التربيعي للعدد ناقص واحد ضرب ناقص واحد. إذن كنا نمتلك جذر حاصل ضرب عددين، وهذا أيضا نفسه لحاصل ضرب كل من جذري العددين. لدي هنا جذر حاصل ضرب الأعداد، وهنا لدي هنا على اليمين، ثم نحن نعرف أن ناقص واحد ضرب ناقص واحد يساوي واحد، وهذا مساوي للجذر التربيعي للعدد واحد. والجذر التربيعي للعدد الواحد تذكر أن هذه تعني الجذر التربيعي الموجب، والجذر التربيعي الموجب سيكون ناتجه واحد، وسيقولون أن هذا خاطئ بكل وضوح فإن ناقص واحد لا تساوي واحد، ولهذا لا نستطيع استخدام خاصية الاستبدال التي فعلناها في هذه الخطوة، فيمكن الإشارة هنا إلى أن الخطأ لم يكن في هذه الخطوة، وصحيح أن ناقص واحد لا تساوي واحد، لكن الخطأ هنا في التعليل بسبب استخدام الخاصية هذه عندما يكون كلا العددين سالبين، فإذا كانوا كذلك أي سالبين فلن تكون العبارة صحيحة، فلا يمكن تطبيق هذه الخاصية. إذا كان كل من العددين سالبين، إذا العددين A و B لا يجب أن يكونا سالبين. في حقيقة أن هذه الخاصية أحيانا تعطى على الهامش بطريقة منظمة، فيقولون لي A و B أكبر من أو تساوي صفر، وهذا يتوافق مع الخاصية حيث أن العددين موجبين، ولكن العبارة تكون خاطئة في حال كان العددان سالبين. لقد قلت هذا للتو، وقد أمضيت 3 دقائق أتحدث عن الأشخاص الخاطئين بقول أن هذا خاطئ، لكن كما قلت عليكم أن تكونوا حذرين بشأن هذا، فعندما يكون لدينا جذر تربيعي عندها سنأخذ الجذر التربيعي لأربعة مثلا سيكون 2، وفي الحقيقة لهذا الجذر التربيعي إجابتان، فناقص 2 تعتبر أيضا إجابة صحيحة للجذر الأربعة، فناقص 2 ضرب ناقص 2 أيضا يساوي 4. هذا الرمز هنا يعني الجذر التربيعي، أو عندما نتعامل مع أعداد حقيقية ليست وهمية أو مركبة يمكن أن تعتبر هذه كجذر تربيعي موجب. لدينا هنا جذران تربيعيان 2 وناقص 2، يعني الجذر التربيعي للعدد موجب هو 2. إذن عندما نبدأ بالتفكير في أخذ الجذر التربيعي أو في المستقبل عندما نتعامل مع أعداد وهمية وأعداد مركبة، فيتوجب علينا توسيع مفهوم الجذر. إذن عندما نأخذ الجذر التربيعي لأي عدد سالب فلن يكون هذا كجذر تربيعي عادل، وإنما جذر تربيعي لعدد مركب. هذا الآن من أجل إيجاد أعداد مركبة أو لإنتاج أعداد وهمية أو مركبة، ويمكن تسمية ذلك بالنطاق، ومن هنا يمكننا أخذ الجذر التربيعي لناقص X I ضرب الجذر التربيعي لـ X، وسوف أقوم بتوضيح هذا لأنني قلت لكم أنه يمكن أن يكون خاطئا، ولكن هذا صحيح ويمكننا تطبيقه عندما تكون
أو يمكن تطبيقه إذا نقول عندما تكون x أكبر من أو تساوي الصفر، هنا x أكبر من أو تساوي الصفر، إذا من الواضح أن ناقص x هو عدد سالب، ويمكن أن نطبق ذلك فقط إذا كانت x عدد سالب، وسيكون كل ما فعلناه في الأعلى غير ملموس، ونبدأ بالحصول على إجابات غير ملموسة. وإذا نظرت بهذا الاتجاه ستقول انظر أستطيع أن أجد جذر الناقص واحد، حيث أنها فرع من الجذر التربيعي، وكتابة هذا هنا على صورة جذر تربيعي للعدد ناقص واحد ضرب الجذر التربيعي لـ x. إذن الخطأ الحقيقي هنا عندما يقول للناس أن ناقص واحد لا يمكن أن تساوي واحد، ولكن الخطأ الحقيقي هو استخدام الطريقة عندما يكون كل من A و B عددان سالبان، فيكون الناتج غير حقيقي أو خاطئ بلا شك. وإذا قمت بتوسيع مفهوم العدد المركب، فإن مفهوم الجذر التربيعي يشمل الأعداد السالبة والأعداد الوهمية، فنستطيع تطبيق النظرية ونقول أن الجذر التربيعي للعدد ناقص x هو الجذر التربيعي لناقص واحد ضرب، أو بدلا من هذا يمكن أن تقول الجذر التربيعي لناقص x، يجب أن أكون دقيقا في اختيار الكلمات، يعادل الجذر التربيعي للعدد ناقص واحد ضرب الجذر التربيعي للعدد x عندما تكون x أكبر من صفر. ولا أريد أن أربككم، فx أكبر من أو يساوي صفر هذه واضحة، وهذه ناقص x هي في الحقيقة عدد سالب، أو يمكن القول أنها عدد غير موجب.